أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم في ملف اليوم. قدس الأقداس ليست مدينة ككل المدن، إنها المدينة المقدسة في الأرض المقدسة فلسطين التي باركها الله، هي أرض المحشر والمنشر، أرض الإسراء والمعراج، بوابة السماء، أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين، بناها اليبوسيون أحد الأقوام الكنعانية السبعة. في هذه الحلقة من ملف اليوم نقدم مراجعة تاريخية شاملة فيما يخص القضية الوطنية الفلسطينية من خلال هذه الأطروحة: القدس جوهر المشروع الصهيوني، والتي شكلت مفصلا مهما ومميزا في المراجعة التاريخية التي قامت بضحض التزوير التوراتي والرواية التوراتية، وأثبتت الحق التاريخي لفلسطين منذ 7000 عام. وفي ظل هذه المعركة المحتدمة التي تقودها الإدارة الأمريكية ومعها إسرائيل على الأرض والهوية والثقافة ضد المشروع الوطني الفلسطيني الكنعاني الذي يمثله السيد الرئيس محمود عباس آخر عمالقة الكنعانيين، سنتناول هذه القضايا تفصيلا وتأصيلا مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور جمال محمد جواريش، الباحث في الشؤون الاستراتيجية وشؤون الحركة الصهيونية. أهلا بكم دكتور جمال ومساء الخير لكم. مساء الخير لك ومساء الخير لكل المشاهدين وأبناء شعبنا الفلسطيني، وأشكر تلفزيون فلسطين على إتاحة هذه الفرصة للحديث حول هذا الموضوع لأهميته التاريخية. أهلا بكم. نرحب أيضا بضيفنا الذي ينضم إلينا مباشرة من العاصمة التونسية الدكتور إبراهيم الرفاعي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي في جامعة تونس المنار، رئيس الاتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين فرع تونس. أهلا بكم دكتور إبراهيم ومساء الخير. مساء الخير وأهلا وسهلا بك. أهلا بكم. إذن مشاهدينا الكرام، هذه الأطروحة القدس جوهر المشروع الصهيوني ربما تحتاج إلى حلقات كثيرة للحديث عنها لما لها من أهمية قصوى وبالغة التأثير في ظل هذه المرحلة، ونحن نعيش هذه المرحلة التي نتمسك بها وعلى رأسنا القيادة الفلسطينية ممثلة بالسيد الرئيس محمود عباس للحفاظ على موروثنا الحضاري والوطني والعربي والإسلامي والمسيحي. سنحاول في هذه الحلقة أن نفرد المساحة التي تستحق لهذه الأطروحة والتركيز على القضايا المميزة والرئيسية فيها. مرة أخرى دكتور أهلا بكم دكتور جمال، مساء الخير. مساء النور. أهلا بكم. إذن يعني أشارت الأطروحة دكتور إلى أن أصل الفلسطينيين يعود إلى 7000 عام، وهذا ما يخالف النظريات التي تحدثت عن أن أصل الفلسطينيين يعود إلى شعوب البحر التي جاءت قبل أو عام 1200 قبل الميلاد. من خلال قراءتنا لهذه الأطروحة كيف تفسر ذلك؟ أولا الحمد لله رب العالمين أن الله قد شرف شعبنا الفلسطيني واصطفاه دونا عن شعوب العالم بأن يكون حارساً وسادناً لهذه الأرض المقدسة. الحمد لله الذي شرف شعبنا بأن يكون مدافعاً عن شرف هذه الأمة وعن هذه الأرض المقدسة التي شكلت أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين. هذه الأرض، أرض المحشر والمنشر، الحمد لله الذي جعلنا على الحق ظاهرين لعدونا قاهرين، لا يضرنا من خذلنا. وبداية أود أن أشكر سيادة الرئيس محمود عباس الذي اهتم كثيرا كما يهتم دائما بأبنائه المتعلمين في دعمهم وإسنادهم لإنجاز ما يمكن لخدمة القضية الوطنية الفلسطينية، والذي أوعز بطباعة الأطروحة ونشرها وترجمة ملخص منها لتوزيعه على مستوى العالم. وكذلك الشكر موصول للأخت انتصار أبو عمارة رئيس ديوان الرئاسة التي تابعت عبر 5 سنوات إنجاز هذا العمل. وكذلك الشكر موصول لأستاذي الموقر الدكتور إبراهيم الرفاعي الذي تابع تفاصيل إنجاز هذه الأطروحة بتوجيهاته الأكاديمية والمنهجية حتى تم إخراجها إلى النور. بداية تم تتبع النظريات التي تحدثت عن الأصل الفلسطيني، ووجد واضحا بلا أدنى شك أن هناك الكثير من هذه الروايات
التي تتحدث بشكل نظري دون إثبات بأي شكل من الأشكال عبر الوثائق أو المخطوطات الأثرية حول الأصل الفلسطيني. فخرجت نظرية أن الفلسطينيين هم جاءوا من قبائل البلستو والباليشتو التي جاءت من شعوب البحر من جزيرة كريت ومن جزيرة ومن الأناضول ومن اليونان ومن بحر إيجا. وكأننا أخويا حسن يعني في إحنا الشعب الفلسطيني يعني نزرك وشعرنا إشكر ومحاولة بتر. كانت هذه النظرية التي أطلقها التوراتيون في محاولة بتر واضحة للشريان الأبهر للشعب الفلسطيني بربطه بحضارته الكنعانية العريقة التي استمرت ما يقرب من 7000 عام منذ الهجرات السامية الأولى إلى أرض كنعان، وأصلا سميت أرض كنعان نسبة إلى هذه القبائل التي هاجرت منذ ما سمي بسفينة نوح عليه السلام التي ذكرت في المراجع الدينية المختلفة. أود القول أنه استطاع المؤرخون التوراتيون إغراق المكتبات العالمية والعربية بما يتناسب تماما مع ما طرحته وقدمته التوراة حول الأصل الفلسطيني. وتم وإذا تراجعنا المراجع التاريخية والكتب سنجد أن ما كتب عن الحضارات القديمة وتحديدا الحضارة الكنعانية هو استنساخ عن التوراة. لم يكن هناك لم يكن هناك ما هو يثبت عكس ما كانت تقدمه التوراة حتى جاءت المكتشفات الأثرية في عام 1000 في القرن 18 ميلادي وتم إثبات عكس ما طرحته وقدمته التوراة عن الحضارة القديمة. طيب قلت في الأطروحة أن الفلسطينيين هم صفة وليسوا وليس هذا أصل. هذا صحيح. كيف توضح ذلك؟ ما الفرق؟ يجب علينا أولا أن نتخيل خارطة العالم القديم ولغة العالم القديم. اللغات التي كانت تستخدم الأرامية واللغة الهيروغليفية واللغة الأكادية واللغة الأشورية والخطوط المسمارية والكتابة الهيروغليفية. إذن العالم القديم خارطته تختلف تماما عن ما نتخيله الآن حول خارطة العالم اليوم بالتأكيد. وكانت المسميات وأطلقت مسمى فلسطين على القبائل والأقوام الكنعانية السبعة التي سكنت فلسطين، وهي الجرجشيين والفرزيين والحويين والحثيين والعناقيين والجبابرة والعماليق الذين سكنوا كل فلسطين التاريخية. خارطة كنعان التاريخية كانت جزء من جنوب سوريا وجزء من جنوب لبنان، واشتهرت الحضارة الكنعانية آنذاك بالصناعة، واشتهرت الحضارة الكنعانية آنذاك بالثقافة، واشتهرت كان للحضارة الكنعانية 28 حرف قدمت وشكلت مصدرا للحضارات التاريخية والعالمية. أصلا اللغة التي استخدمها الكنعانيين هي كانت اللغة الأرامية ولم تكن غيرها. اليهود والإسرائيليين استخدموا اللغة الأرامية نقلا عن الفلسطينيين. موسى عليه السلام ولد في مصر وتربى في قصر فرعون، وبني إسرائيل كانوا يستخدمون عبيدا في بناء الأهرامات. عندما نزلت التوراة نزلت التوراة باللغة الهيروغليفية وباللغة المصرية القديمة ولم تنزل باللغة الأرامية. كان ذلك في قرابة 1500 قبل الميلاد. عندما هاجر موسى عليه السلام إلى أرض فلسطين ودخل يهوشع بن نون عن طريق أريحة، استطاعوا من خلال وجودهم في هذه الأرض استخدام وتعلم اللغة الأرامية وصياغة التوراة باللغة الأرامية. سنأتي بشيء بالتفصيل على ذكر هذه المواضيع بعد أن نرحب مرة أخرى بضيفنا في استوديوهاتنا في تونس الدكتور إبراهيم الرفاعي أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي في جامعة تونس المنار. دكتور إبراهيم أهلا بك معنا ومساء الخير. سؤالي لكم كمشرف على هذه الأطروحة التي عمل عليها الباحث الدكتور جمال جواريش لمدة 5 سنوات،
كيف ترى دكتور هذه الأطروحة؟ ما الجديد الذي أضافته هذه الأطروحة؟ وهل نستطيع نحن كفلسطينيين أن نسمي هذه الأطروحة وثيقة وطنية فلسطينية بامتياز؟ شكرا لك على هذا السؤال، لكن بداية أغتنم هذه اللحظة لأحيي كل أبناء شعبي بكل مكوناته السياسية والمدنية وقيادة هذا الشعب 12 ما يناهز 12 مليون فلسطيني الذين قالوا لا، ليرسمون بذلك الحق التاريخي الفلسطيني الذي هو سابق لكل الأديان في أرض فلسطين. سألت من لأغتنم هذه الفرصة، كما لا يفوتني أن أحيي من خلال التلفزيون الفلسطيني الشعب التونسي الذي وقف بكل أطيافه مع الشعب الفلسطيني في مواجهة المخططات الرامية لتصفية ما تبقى من حقوق الفلسطيني وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الفلسطيني وخاصة على أرض 67 طبقا لقرارات الشرعية الدولية. وأن أتمنى لرئيس الجمهورية التونسي الشفاء العاجل الذي وقف وما زال يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني. ردا على سؤالك، الفلسطيني هو اسم وصفة ثابتة على الكنعانيين قرون مديدة قبل الميلاد وقبل الأديان، قبل الأديان جميعا، وهي صفة للكنعاني باعتباره الجندي المحارب. الفلسطيني أو الفلسطينيون هم الجنود المحاربون تماما مثل ما أطلق على الكنعانيون صفة أخرى الفينيقيون، أي الذين اشتغلوا بالنجارة بشجرة الأرز في بناء السفن. إذن الفينيقيون كنعانيون، كما أن الفلسطينيون هم الجنود المحاربون الذين كانوا، وهذا مثبت في التأريخات والحفريات ما قبل ما كان قد كتب في التوراة بعد 1000 سنة من نزوله على سيدنا موسى. إذن أن ثبات الحق الفلسطيني هو قرون عميقة جدا في التأريخات باعتبارهم أصحاب الأرض، ليأتي بعد 1000 سنة من نزول التوراة على سيدنا موسى عزرا ليقول أنا عزرا كاتب التوراة، أي أن التوراة هو كتاب إنساني من خلال مجمع دراسي ما يناهز عن 140 شخصا كتبوا التوراة بتفريعاته المختلفة. هذا التوراة اعتمد على مرويات الفارسية والآشورية والكثير من الوثائق والأساطير التي أنتجت ما سمي بالتوراة، الذي قال عنه عزرا أنا عزرا كاتب التوراة في صفقة كانت بينه وبين قرش الفارسي. إذن ما كان قد كتب في التوراة فيه الكثير من الأسطير والأفكار الغائية، وهو صفقة سياسية أكثر ما هو ديانة سيدنا موسى عليه السلام. أن أهمية هذه الأطروحة في هذا الوقت بالتحديد في أنها تبين بما لا يدع مجالا للشك، فمدان الشك أنه لا يمكن نفي الحق الفلسطيني الكنعاني المثبت ما قبل التوراة وما قبل الديانات جميعا وما قبل سيدنا إبراهيم عليه السلام، حق تاريخي فلسطيني. التوراة لما نقلت عن تلك الوثائق التاريخية هي بدورها أثبتت الحق الفلسطيني حين عددت في التوراة بمعزل عن الوعد، عددت الأقوام السبعة من الفرزيين الذين بنوا من الذين اليابوسيين الذين بنوا القدس والحويين والعماليقة وبقية الأقوام السبعة. إذن التوراة بحد ذاتها بمعزل عن الوعد المزعوم تبين بما لا يدع مجالا للشك تسمية الفلسطينيين وأقوامهم السبعة. طيب، المنتشرين على كل فلسطين، سأعود لك، ليست تاريخية التي نزعمها اليوم وإنما تتعدى ذلك. إذن أهمية أيضا هذه الأطروحة في أنها تعيد تفكيك
المشروع الصهيوني الذي أسسه البروتستانت منذ كالفن ومارتن لوثر على تلك الأساطير التوراتية لأسباب غائية. كان حينها مارتن لوثر وكالفن يسعون للانشقاق عن الكنيسة. طيب سأعود لك دكتور إبراهيم. نعم دكتور إبراهيم. سأعود لك. هم حشد أكبر عدد من معارضي طيب. الكنيسة بما في ذلك اليهود. شكرا على هذه التوضيحات وعذرا عن المقاطعة. سأعود لك بالضرورة لمتابعة المزيد من الإيضاحات والتفاصيل حول هذه الأطروحة بالغة الأهمية بعد أن أذهب بسؤال إلى ضيفنا دكتور جمال محمد جواريش. دكتور جمال، من خلال اطلاعك وقراءتك للعديد من الكتب، كيف وجدتم حجم التأثير التوراتي على الكتب والمراجع التاريخية التي تحدثت عن الشعب الفلسطيني وعن الحضارة الكنعانية؟ للأسف الشديد، كون التوراة كتبت تقريبا في العام 563 قبل الميلاد وشكلت مركزا للرجوع لها للحديث عن الحضارات القديمة، وبالتالي فقد إضافة إلى أن تأثر العديد من المؤرخين الغربيين، وللأسف الشديد تبعهم بعض المؤرخين العرب والمسلمين سواء بقصد أو غير قصد في نسخ ما كتب في التوراة وإخراجه على أنه حقائق تاريخية تشكل طبيعة الحضارة الكنعانية الفلسطينية. أريد التأكيد على قضية مهمة جدا، أن الصفة أن الفلسطينيين هي صفة أطلقت على الشعب الفلسطيني، كما تفضل الدكتور، كما أطلق الخشابون على الفينيقيين، كما اسم فرعون هو يعني البلاط الكبير أو القصر الكبير. نعم. وفلسطين كانت تعني الأقوام الكنعانية السبعة. الأقوام الكنعانية مهم جدا للذكر هون، الأقوام الكنعانية في مؤرخات استكمالا للسؤال. نعم. أنه فيما بعد ما تم المكتشفات لم يكن أحد يطل على حضارة القديمة من خلال إلا عبر التوراة. ما حصل جديد بعد العام 1860 من اكتشاف تل العمارنة الموجود في مصر، الذي تم فيه اكتشاف قصر رامسيس الثاني الفرعون الذي كان في من السلالة 18، الذي تم فيه اكتشاف غرفة موجودة مدونات للحضارات القديمة، ومن هنا تم الاطلاع على الحضارات القديمة الأشورية والأكادية وكذلك الفرعونية. هذه المراسلات التي هي موجودة الآن في المتحف تؤكد على أن هناك حروبا خاضها الفراعنة ضد القبائل والأقوام الكنعانية المنتشرة على طول فلسطين. لماذا؟ لأن المصريين كانوا يستجلبون الخشب من منطقة جبيل وحاصور وفي جنوب لبنان، التي كانت أصلا في الخارطة القديمة هي تتبع لحضارة كنعان، وكان هذا الأمر يتطلب منهم تجهيز خطوط التجارة. نعم. وهذا كان اعتداء سافرا يعد على الممالك الكنعانية. فلسطين كانت تشكل ممالك كنعانية مختلفة منسجمة في علاقاتها الإدارية، ولكن لم تشكل وحدة سياسية كما اليوم، كيف نقول أن الدولة الفلانية بنظام سياسي وإلى آخره. لكن كان الملوك الكنعانيين في علاقاتهم التجارية والإدارية في حالة انسجام وتواصل مباشر. عندما حاصر يوشع بن نون، الحديث يدور. نعم. عندما حاصر يوشع بن نون يابوس، بدأ بحصرها لمدة 4 شهور متواصلة. كان ملكي صادق ملك الفلسطينيين. نعم. في مدينة يابوس، واستعان بأربعة ملوك للفلسطينيين، والذي هو بنى القدس ملكي. نعم. ملك صادق. كاثلين كينيون عالمة آثار بريطانية جاءت لفحص في الحفريات تحت المسجد الأقصى، ووصلت إلى مقطع في الجدار القديم تحت المسجد الأقصى، وبعد الفحص الذري عليه تبين أن هذا الجدار، وكتبت كتاب في ذلك. نعم. يعود إلى عام 2200 قبل الميلاد، أي قبل ما يدعون حول وجود مملكة داود ب 1200 عام. نعم. الفلسطينيين وقعوا، الكنعانيين وقعوا اتفاقية سلام عام 1360 قبل الميلاد مع سيتوس الأول فرعون مصر
في لتجنب الحروب والمعارك ضد الكنعان. إذا كانت المعارك في تلك الزمان في تلك الأوقات هي معارك مختلفة من أقوام غازية مختلفة تأتي إلى أرض فلسطين لأرض كنعان لمحاربة والاستيلاء عليها. وكانت ووصف المؤرخون الأقوام الكنعانية بشدة البأس وقوة القتال وحتى فأطلقت عليهم شعوب العالم القديم فلسطين. فلسطين وتعني الجندي المحارب. نعم. كيف هم بحاولوا يعني أصلا مداخلة مهمة. نعم. اليهود وإسرائيل لم تسرق فقط الأرض الفلسطينية وتحتلها. إسرائيل سرقت الحضارة الفلسطينية لأن اسم المدن الفلسطينية شكيم حبرون صهيون التي ينسب إليها المفهوم الحركة الصهيونية. نعم. تعني هي كلمات كنعانية صلفة تم تثبيتها بالأثريات. صهيون تعني التل المرتفع مصطلح كنعاني لغة الكنعانيين كانت. نعم. اللغة الأرامية شخيم نابلس هي كلمة كنعانية الأخري. نعم. يا رجل عزرا كاتب التوراة في العام 500 سرق إله الكنعانيين. نعم. ووضع رب إلهم ربهم إله كنعاني اسمه يهوى. نعم. في التوراة. نعم. أحد آلهتنا أحد. نعم. آلهة الكنعانيين القدماء كان اسمه يهوى قبل 5000 قبل الميلاد. وعزرا كاتب التوراة سرق أحد آلهة الكنعانيين اللي قبل 5000. نعم. سنة. طيب سأعود لك. إذن. نعم. أرجوك. إذن يوم أطلقت الأقوام الغازية على فلسطين اسم فلسطين أطلقتها بمنطق الشعوب المحاربة الشعوب المقاتلة. إذن الفلسطينيين صفة فلسطين يعني جندي محارب. فلسطين الكنعانيين الجندي المحارب الكنعاني. نعم. كيف تفضل الدكتور قبل قليل الفينيقيين كلمة كنعانية تعني الخشابون اللي كانوا يشتغلوا بالخشب. نعم. فرعون كلمة تعني البلاط الكبير. هامان تعني رئيس المهندسين. نعم. وهي جميع كلمات إذن كنعانية. كلمات قديمة جدا أطلقتها الشعوب القديمة. نعم. الشعوب القديمة. إذن عندما كتبت التوراة كان في 1000 عام ما بين كتابة التوراة وعزرا. وكما تفضل الدكتور وما هو موجود بالأطروحة عزرا قال أنا عزرا ابن سرايا كاتب شريعة إله السماء أنا الذي أعلم بني إسرائيل شرائع يهوى. وهذا موجود في إصحاح التوراة في شرائع يهوى. أنا. نعم. أعلم بني يهوى. نعم. في شرائع يهوى اطلعت على ذلك. نعم. طيب اسمح لي سأعود لك. نذهب إلى دكتور إبراهيم الرفاعي هذا أمر في غاية الأهمية. دكتور إبراهيم الرفاعي يقول دكتور جمال في أطروحته أن الموقف الأمريكي الحالي يعود في بنيته إلى العقل والموروث التوراتي. كيف تفسر ذلك؟ أجل هذه المسألة بحاجة إلى تأصيل وتنسيب. بداية يجب أن نشدد على أن الحركة الصهيونية في بعدها المسيحي هي المؤسس للحركة الصهيونية في بعدها اليهودي التي كانت قد بدأت مع كالفن ومارتن لوثر وأفكاره التي زاوجت ما بين التوراة والإنجيل لأسباب غائية قلتها قبل قليل لأنه انشق عن الكنيسة دولة الكنيسة وبالتالي كان يريد أن يحشد أكبر قدر ممكن من المضطهدين من طرف الكنيسة لكي يفكك الكنيسة وبالتالي هذا ما أدى إلى ظهور الحركة البروتستانتية أو الإصلاحية التي كانت تنتقد سكوك الغفران من جهة ومن جهة أخرى زاوجت ما بين التوراة والإنجيل وبين مرويات عن يوحنا المعمدان لتنطلق من فكرة مركزية. نعم. أن بناء الهيكل المزعوم في القدس هو شرط لمعركة هرمجدون لكي يعود المسيح المنتظر وهو ليحكم 1000 سنة بعد ذلك تقوم القيامة. بعد ذلك انتشرت الفكرة في بعض الدول الأوروبية مرورا ببريطانيا وأمريكا عبر كريستوف كولومبوس التي قيل أنه اكتشف أمريكا ولم يكن مكتشفها إذ أن كان فيها الكثير من الملايين
الهنود الحمر، كيف اكتشفها وقد قتل البيوريتانيين البروتستانت من الهنود الحمر 112 مليون؟ إذن 112 مليون من اللي اكتشفها؟ هل كريستوف كولومبوس البيوريتاني البروتستانتي الصهيوني أم 112 مليون الذي قتلتهم الحركة الصهيونية المسيحية كمقدمة للوصول لبناء الهيكل المزعوم من خلال السيطرة على تلك الرقعة من الأرض كأراضي مقدسة ابتداء؟ لذلك سموا الكثير من المدن في أمريكا وبنوا الكثير من الكنائس. طب دكتور إبراهيم، واعتبروا أن الهنود الحمر هم الكنعانيون. نعم دكتور إبراهيم، ما هو المعتقد؟ نجد أن الماكينة المسيطرة على الحركة الصهيونية المسيحية هي ماكينة تتألف من مركب كلمة واحدة، الوسب، وايت أنجلو ساكسون بروتستانت أبيض. هذه هي الماكينة المسيطرة من المسيحية الصهيونية على كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وهي المؤسس الحركة الصهيونية. نعم. في بعدها اليهودي مع هرزل. إذن هذا هو الأساس في الحركة الصهيونية، وكان هناك بعدا غائيا شديد الأهمية، إذ أن التوراة لها بعد أيديولوجي مؤسس على السير التوراتية كما قلت ذلك قبل قليل من جهة أولى، ومن جهة ثانية هناك بعد جغرافي سياسي السيطرة على الأراضي المقدسة اللي هي فلسطين. نعم. وبؤرتها المركزية هي القدس وبناء الهيكل، وبعد ذلك من المحيط من الفرات إلى النيل، إذن ومن مشارق الأرض ومغاربها، ثم أين تطأ بطون أقدامكم؟ هذا ما كان يلزم للحركة البرجوازية التي تحولت إلى حركة استعمارية عالمية تمر إلى آسيا وأفريقيا. إذن هذا البعد الجيوسياسي كان لازما ضروريا من لوازم الحركة الاستعمارية. نعم. طيب. التي قادتها بريطانيا في الفترة التي كانت لا تغرب عنها الشمس، ولكي تسيطر بريطانيا على أمبراطوريتها كان لابد من أن تسيطر على نقطتين مركزيتين، هي فلسطين من خلال التبريرات الأيديولوجية حول ضرورة السيطرة عليها، القدس والإدعاء الديني التوراتي، أيضا رأس الرجاء الصالح، ومن خلال رأس الرجاء الصالح وقناة السويس يمكن للإمبراطورية البريطانية أن تبقي سيطرتها وأن تمنع أي قوة معادية من فرض عقد هذه الإمبراطورية. الأمريكا اليوم من يحكمها هم هي المسيحية الصهيونية، كل رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية هم ينتمون إلى المذهب البروتستانتي البريطاني دون استثناء، ما عدا كينيدي وقد وقع قتله. نعم. لأسباب عديدة ومن بينها رفض تزويد الكيان الصهيوني بالمفاعل الذري وانسحابه من توقيع اتفاقية الانسحاب. نعم. في زمن أزمة كوبا. سأعود لك دكتور إبراهيم. الصواريخ الأمريكية من تركيا. نعم. مقابل كذا. إذن كل الرؤساء الأمريكيين دون استثناء ينتمون إلى الحركة الصهيونية المسيحية، وما إسرائيل والحركة الصهيونية اليهودية العالمية إلا أداة لإنفاذ المشروع الجيو بوليتيكي الاستعماري الأمريكي البريطاني بتبرير ديني. سأعود لك. طيب دكتور جمال، في هذه الأطروحة تعرضت إلى في أطروحتك لتأصيل الموقف السياسي الأمريكي من الشعب الفلسطيني ومن القضية الفلسطينية. نعم. يعني أرجو أن توضح لنا ذلك. أنا أرجو أن يكون الوقت يسمح للحديث حول. نعم، بشيء من الاختصار كي يتيح المجال. الأطروحة، وأنا أعود إلى قضية مهمة جدا في هذا المجال. موضوع التوراة موضوع طويل ويجب أن نناقشه في مرة أخرى لمناقشة الآيات التوراتية المختلفة. نعم. التي تم من خلالها مراجعتها ونقدها السبي البابلي، هذه نقطة مهمة يجب أن توضح للجمهور. السبي البابلي لم يجي على قاعدة يهودية، لم يجي لأن والله اليهود موجودين في القدس فأجى نبوخذ نصر والله حملهم وروح فيهم، لا، كانت فلسطين تخضع للاحتلال الفرعوني، قرر نبوخذنصر أن يقوم بعملية عسكرية على فلسطين واحتلالها، وعندما قام باحتلالها نبوخذنصر قام الفراعنة بتحريض الجالية اليهودية. التاريخ يزور، الجالية اليهودية لماذا أطلق عليها الجالية اليهودية؟ لم يكن عددها بالقدس يتجاوز 3000 يهودي، قام بتحريضهم بعدم دفع الضريبة على لنظام الحكم البابلي، وهذا التحريض دفع نبوخذ نصر بالقيام بحملة عسكرية وأخذ اليهود حسب التوراة، حسب أنا أركز أن حسب ما كما هو موجود في مرويات التوراة إلى بابل.
تعاون عزرة قام لأن ماذا فعل نبوخذنصر؟ وضع اليهود في تجمع. موضوع الجيتوهات ليس موضوعا مفروضا على اليهود، هم أصحاب هذه الفكرة. نعم. وضعوا كان تجمع ومارسوا طقوسهم الدينية في بابل وشعائرهم الدينية، وتعاونوا مع كورش ملك الفرس ضد نبوخذنصر المملكة البابلية، واستطاعوا أن يحرضوا داخل المجتمع البابلي، وسقطت الدولة البابلية. مقابل سقوط الدولة البابلية وانتصار الفرس كورش، كافأهم كوراف يا مصلحة سياسية. أنت مقابل أنك كنت معي في إسقاط الدولة البابلية، فأنا بدي أنا أكافئك. عشان هيك قام بإرجاع بتعيين عزرة عنده مستشارا في البلاط. معنى ذلك أن عزرة اطلع على الحضارة الأشورية والأكادية والسومرية، العشرات من المرويات التوراتية تعود إلى قصص قديمة موجودة في الحضارة الأشورية والمسومرية. يا رجل 300 عام بني إسرائيل عبيد، بطلع الصبح الساعة 6 بروح الساعة 6 المساء، لا يقرأ ولا يكتب ولا يعلم شيء. كيف هذا استطاع بعد الخروج من مصر أن يكتب توراة وينزف هذه التوراة إلى موسى عليه السلام الذي جاء قبله بألف عام؟ نعم. كيف؟ أعود أنا بالسؤال لك. أنا كيف؟ أنا سأقول لك. نعم. كيف؟ أنا استطاع عزرة، قام عزرة في بابل بتشكيل مجلس السنهدريم، وهو موجود إلى يومنا هذا، وهو يشكل من 120 من كهنة وأحبار اليهود، وطلب منهم التدوينات لكتابة التوراة في بابل. عزرة تأخر عندما أمر كورش بعودة اليهود إلى مدينة القدس، تأخر 4 سنوات وهو ونصف أعضاء المجلس السنهدريم، وذهب باليهود إلى هناك نائبه زربابل، أخذ اليهود ورجع فيهم على مدينة القدس. وتأخر في بابل في الدولة الفارسية آنذاك عند كورش 5 سنوات حتى يستكمل كتابة التوراة. طب لأجل ذلك قال لماذا جاءت التوراة؟ هل هو سبب كان استعماري هذه الكتابات، أم أن الموضوع كان ديني، أم أن موضوع انشقاق البيوريتان عن البروتستانت؟ أعود جوابك. مارتن لوثر في العام 1519 أطلق أطروحته 95، اعترض على الكنيسة، أنتوا بتعطوا صكوك غفران، أنتوا بتمنعوا العلماء أنهم يعني يتوسعوا بدون الكنيسة الكاثوليكية في ذلك الوقت، الكنيسة البابوية. نعم البابوية. وطالب، ركز، طالب باعتماد التوراة كمرجع أصيل في الديانة، والإنجيل هو استكمال، أن اعتبر أن التوراة هي العهد القديم التي يستكمل عليه الإنجيل، وهذا الخلاف الديني اللي موجود بين الكنائس حاليا. وألف كتابا قال فيه أن المسيح ولد يهوديا. استطاع مارتن لوثر تحت ما يسمى بالحركة الإصلاحية اللي شق الكنيسة المسيحية، وبنفس الوقت كانت الناس محتقنة على هذا الأداء البابوي من الفساد وما إلى آخره، فانتشر هذا المذهب بشكل قوي جدا في بريطانيا وفي فرنسا وفي هولندا والبيوريتان، وتم تشكيل نواته في بريطانيا. أرجوك هذه تفصيلة مهمة جدا. وتم تشكيله في بريطانيا. عندما تشكل هذا الأمر أصبح هناك إشكالية في بريطانيا في العام 1600 تقريبا، ما بين ملك بريطانيا آنذاك الذي قصته أنه أنا بدي يطلق مرته ما مرضتش الكنيسة، فراح اعترض على الكنيسة فبنى كنيسة ثانية وأعطى للبيريتان حقه. انتشر المذهب البيريتاني بقوة في بريطانيا، حتى أنهم عملوا ثورة بقودها ماكرويل. نعم. رئيس الوزراء آنذاك الذي أعطى قراراً بتجميع اليهود عام 1560، أمر بتجميع اليهود في بريطانيا من أجل إرسالهم إلى الأرض المقدسة، إلى أورشليم القديمة. لماذا؟ لأن مارتن لوثر ماذا قال؟ قال مارتن لوثر أنه لا يمكن أن يعود المسيح إلى هذه الأرض، أن ينزل من السماء عليه السلام إلى هذه الأرض قبل أن تقام دولة اليهود ويتم بناء الهيكل. نعم. على ماذا اعتمد مارتن لوثر؟ على رؤية حنا اللاهوتي.
حنا اللاهوتي احد اتباع المسيح عليه السلام في العام 95 ميلادي كتب رؤية تحدث فيها عن معركة هرمقدون في نهاية الزمان ونزول المسيح عليه السلام، ومن ثم عودة اليهود للتنصير. هو يريد من نزلة المسيح عليه السلام بعودة اليهود لأن يؤمنوا بالمسيح عليه السلام. إذن وذكرت أنهم يعيشون ألف عام بعد هذا الفكر. هذا الفكر عقائدي هو فكر عقائدي لديهم، صهيوني مسيحي عقائدي. وقال مارتلس سمي بالصهيونية المسيحية لأنه قال إحنا لازم نرجع على جبل صهيون ونبني الهيكل هناك. انتشار هذا المذهب في بريطانيا كان بشكل كبير، وعندما استلم رئيس الوزراء آنذاك البيوريتاني ماكرويل أمر بتحشيد اليهود من كل أنحاء العالم في بريطانيا عام 1560. عندما جاءت الملكة البريطانية إليزابيث آنذاك وحاربت وجود المذهب البيوريتاني وقامت بالتضييق عليهم، ماذا فعلوا؟ كان العالم الأمريكي أو ما يسمى أمريكا مكتشفة جديدا. مين كان مكتشفها؟ كريستوفر كولومبوس. مين كريستوفر كولومبوس؟ كريستوفر كولومبوس بيوريتاني. ماذا بعث برسالة لفرناند ملك في إسبانيا؟ قال له أنا بدي أروح أكتشف العالم الجديد اللي هي أمريكا حتى أستطيع تحرير أورشليم القديمة وإقامة الهيكل. طيب هذا التفصيل أرجوك بس التفصيل السريع أرجوك مهمة حتى تستكمل الفكرة. ما الذي حدث؟ خرج البيوريتان، تشكل المذهب البروتستانتي وهو من سبع عائلات، في البيوريتان وفي التطهيريين وفي التدبيريين وفي الألفيين وفي ما بعد التدبيريين. خرجوا وذهبوا وسكنوا مستوطنات جديدة في أمريكا. الآن ما الذي حدث؟ خرجوا تحت عقلية أنه ملكة بريطانيا هي فرعون وهم العبرانيين الأوائل وهذه الأرض المكتشفة هي كنعان، فأطلقوا على أمريكا بالوثائق أنها أرض كنعان، أطلقوا على المستوطنات التي سكنوها شخيم وحبرون في الولايات المتحدة التي هي الآن شخيم وحبرون وأورشليم، تعلموا اللغة العبرية، لم يتحدثوا إلا باللغة العبرية، أطلقوا على أبنائهم عزرا إبرام يعقوب إسحاق. هذا المجتمع دخلوا بهذه العقلية، أعطيني مبرر تاريخي واحد لذبح الهنود الحمر هناك إلا عقلية التوراتيين التي اعتقدوا أنهم العبرانيين الأوائل هم الكنعانيون، لا أنهم العبرانيين الأوائل الذين أوصى الله حسب وعودهم باحتلال أرض كنعان. فهذا كان السبب في قتل الهنود الحمر، لا يوجد أي سبب آخر مقنع سوى العقل التوراتي. إذن ما سمو الهنكتونتون الفيلسوف والبروفيسور الذي كتب عن صراع الحضارات، ماذا قال عن وأستاذ الفلسفة في جامعة هارفارد؟ ماذا قال؟ قال إنها بالأصل كانت مجموعات متجانسة من المستوطنين البريطانيين البروتستانت الذين توافدوا إلى العالم الجديد أمريكا ووضعوا بذور المجتمع الأمريكي انطلاقا من مبادئهم وثقافتهم الأنجلو بروتستانتينية. وهذه الثقافة والمبادئ تقوم على أربع أسس: العرق الأبيض والإثنية والدين البروتستانتي المرتبط بالتوراة. إذن تشكيلة المجتمع الأمريكي سعودة هي تشكيلة بيوريتانية توراتية تقوم على أجل ذلك. أنا ماذا أقول؟ أقول أن المذهب البروتستانتي، البعض من الناس بفكر مذهب البروتستانتي وأتباعه شرعين وحارة، هدول كان عددهم 800 مليون في إحصائية. سأعود لك بعد ذلك دكتور إبراهيم، يعني عذر عن المقاطعة، الموضوع يستحق الكثير من الوقت ولكن وقت البرنامج. دكتور إبراهيم مرة أخرى، حسب اطلاعي على هذه الأطروحة، القدس جوهر المشروع الصهيوني، ذهب الدكتور جمال الباحث في هذا الشأن لمناقشة النصوص التوراتية المتناقضة ليستنبط من ذلك الحق التاريخي للشعب الفلسطيني. كيف وجدتم هذه الدراسة وهذا النقاش ما بين هذه النصوص المتناقضة إنجاز التعبير التوراتية لاستنباط هذا الحق الذي سعى جمال الدكتور جمال للوصول إليه؟ يعني أريد أن أشدد على أن الأطروحة توجه مجموعة من الرسائل
من بين تلك الرسائل بالإضافة لما كنت قد تحدثت عنه في السابق أنها تبين انطلاقا مما قلته سابقا أن أصل الحركة الصهيونية التي أنشأت ما يسمى اليوم بإسرائيل هي الحركة الصهيونية المسيحية التي وظفت المنظمة الصهيونية العالمية واليهود. إذن هنا أريد أن أشدد من هذه النقطة أن ما يسمى باللاسامية في أوروبا هي لاسامية وظفت اليهود انطلاقا من المذهب البروتستانتي البيوريتاني حتى الحد الأقصى، وهي التي أصدرت وعد بلفور وتبنت مقررات مؤتمر كامبل بانرمان قبل ذلك، وهي التي أنفذت المشروع الصهيوني ووظفت اليهود إلى يومنا هذا، وهي اللاسامية الأولى لكي تتخلص منهم وتوظفهم لمآربها الجيوسياسية ليس في المنطقة فقط وإنما في العالم، لأن العولمة اليوم لو نظرنا إلى البعد الجغرافي للتوراة إنما تفيد النزعة الاستعمارية الرأسمالية المعولمة. واللاسامية الأخرى هي التي كرهت أيضا اليهود في أوروبا حتى النهاية وقامت باضطهادهم وذبحهم، فالتقت اللاسميتان على توضيع على التخلص من اليهود من أوروبا ومن العالم وضخهم في فلسطين. وبهذا المعنى فإن أن وجود اليهود اليوم في فلسطين هي صناعة توظف اليهود، وبالتالي فهم الضحية الأولى للاسامية، بالإضافة إلى أن الشعب الفلسطيني هو الضحية الأولى. نعم. ليس من تخلص من اليهود هو الشعب الفلسطيني، وإنما هاتين اللاساميتان في أوروبا وفي بريطانيا وفي أمريكا هما اللذان وظفا اليهود من جهة أولى، واللذان كرها اليهود وتخلصوا منهم وذبحوهم وقتلوهم إما توظيفا أو ذبحا، وتخلصوا منهم وأرسلوهم إلى فلسطين. إن الأمير تشارلز يقول أن أساس المشكلة اليوم في الشرق الأوسط وفي فلسطين هي ذاك الكم الكبير من اليهود الذي ضخ من أوروبا باتجاه فلسطين. إذن نحن اليوم في فلسطين نجد اليهودي البولندي والتشيكي والألماني والبولندي والروسي ومن كل أنحاء العالم، ما علاقة هؤلاء بفلسطين؟ هؤلاء ليس الشعب الفلسطيني هو الذي ذبحهم ووظفهم، وإنما هي اللاساميتان الأوروبيتان الغربيتان هما من اجتقتا حول توظيف اليهود إما لكرههم أو لتوظيفهم لمآرب جيوسياسية استعمارية سواء في المنطقة أو في العالم. لذلك فإن الضحية الأولى للمشروع الصهيوني في بعده المسيحي هم اليهود الذين وظفتهم تلك الصهيونية المسيحية من خلال المنظمة الصهيونية العالمية وأداتها إسرائيل. لذلك لا نجد غرابة من أن بريطانيا وأمريكا هم من وظف اليهود، بينما ذبح اليهود في بعض الدول الأوروبية كألمانيا باتفاق مع الحركة الصهيونية. وسواء ما جرى بمذابح في ألمانيا أو سواها كان باتفاق مع الحركة الصهيونية تلك المذابح وليس مع الفلسطينيين. لذلك على اليهود اليوم في فلسطين أن يطالبوا تلك الدول الأوروبية الغربية التي تخلصت منهم بالاتجاهين وهم ضحايا تلك المزرة الأوروبية من الناتجة عن اللاساميتان وليسوا ضحايا الفلسطينيين، أن الشعب الفلسطيني هو ضحية هذه الثنائية اللاسامية كما أنهم ضحية التوظيف المسيحي للحركة الصهيونية ولليهود. لذلك فإن الحركة الصهيونية وإسرائيل هي صناعة، لا يوجد صراع فلسطيني يهودي في فلسطين، لقد كان اليهود يعيشون في فلسطين تماماً كالفلسطينيين تماماً، لكن من تخلص منهم هم اللاساميتان في أوروبا. نعم وضحت الفكرة، وليس نعم الشعب الفلسطيني. نعم وضحت الفكرة دكتور إبراهيم. على اليهود اليوم أن يحاسبوا الدول الأوروبية على نزع حقوقهم الكاملة في المواطنة في تلك الدول وليس مطالباتهم بحق. عليهم أن الحل الأصلي الجذري هو الإقرار بالحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وهو الحد الأدنى الذي يمكن له أن يقبل فيه الفلسطيني. طيب
وضحت في كراشكوك دكتور إبراهيم الرفاعي. وهو الذي يؤمن نعم. دكتور ويحمي إبراهيم. اليهود من مذبحة في فلسطين. طيب. ليس الشعب الفلسطيني. وضحت الفكرة. عنها بل اللاسميتان الأوروبيتان وأمريكا وبريطانيا نعم. بالدرجة الأولى. هم المسؤولون بالدرجة الأولى عن توظيف اليهود، والجهة الأخرى من اللاسمية هي المسؤولة عن توظيف اليهود لمآرب استعمارية وجيوسياسية في المنطقة وفي العالم. وهما المسؤولتان بالضرورة عن هذا المعضلة اليهودية. شكرا دكتور إبراهيم الرفاعي، أستاذ علوم السياسية والقانون الدولي في جامعة تونس المنار، رئيس الاتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين فرع تونس، فرع فلسطين أو فرع تونس، لكم التحية والتقدير. شكرا هذه مشاركة طيبة. نعود إلى ضيفنا في الاستوديو الدكتور جمال. يعني دكتور جمال ذهبنا إلى مواضيع متشعبة وتستحق المزيد من الوقت والكثير نعم. ربما من الحلقات، ولكن نسعى جاهدين نعم. لكن الفكرة كيف نربط ما بين هذا العالم بالأمس واليوم؟ تحدثت عن موضوع التكامل الأدوار ما بين بريطانيا نعم. وأمريكا. هذا ما أريد أن أستكمله. أنا يجب أن نركز جيدا. أنا قلت أنه في إحصائية عام 2011 نعم. كان عدد أتباع المذهب البروتستانتي بكافة عائلاته 800 مليون، يعني الآن هم ما يقارب المليار بروتستانتي موجودين معظمهم في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. أصل التكوين لهم كان في بريطانيا أيام ماكرويل، وعندما طردهم الجمس الأول عفوا من بريطانيا وشبهوه بفرعون وشبهوا أنفسهم بالعبرانيين الأوائل ودخلوا الأرض الجديدة الذي اكتشفها كريستوفر كولومبوس. رسالة كريستوفر كولومبوس لملك فرناند الإسباني في موضوع تمويل رحلته أني أنا سأذهب إلى اكتشاف العالم الجديد. طب لماذا تريد أن تكتشف العالم الجديد؟ لأني أنا سأذهب إلى الأرض المقدسة لبناء الهيكل. هذه رسالة موجودة بالمتحف الإسباني. بدء التشكيل للمجتمع الأمريكي، وأشرت إلى موضوع الهنود الحمر وهذه قضية مهمة جدا، جاء ذبح الهنود الحمر على قاعدة توراتية قام تقمصها البيوريتان المذهب المتطرف في البروتستانت نعم في البروتستانت على اعتبار انهم كنعانيين وهذه ارض كنعان، وسموا بعض كثير من الولايات شخيم وحبرون والى اخره، وتحدثوا باللغة. اول شهادة دكتوراه كانت في هارفارد كانت عن اللغة العبرية. اذا تشكل المجتمع كما قال سموئيل هينغتون، المجتمع الأمريكي تشكل بخلفية وعقلية توراتية، وهذا ما نوضحه الآن. ماذا مؤسس وهذا ما أشير له في صراع الحضارات إذن أيضا في كتاب إذن هناك لينكتون. التكامل بدأ في بريطانيا نعم. وذهب إلى الولايات المتحدة. ماذا تقول ابنة أخته لبلفور؟ بنت أخته شو بتقول عن بلفور؟ بتقول عن بلفور: لقد كان منذ نعومة أظافره يذهب إلى الكنس التوراتية، وكان دائما يردد: أنا صهيوني أكثر من أي شخص آخر، أنا صهيوني أكثر من أي شخص آخر. بلفور ليس وزير خارجية نعم. بلفور من ضمن الإمبراطورية البروتستانتينية التي تمتلك عقيدة تريد الذي يريد بناء الهيكل أمريكا وبريطانيا، واليهود أداة تنفيذ لهذا المشروع. هم اليهود بتبجحوا، هم اليهود اختفوا من بعد البيزنطينيين 1500 عام فيش لهم صوت. وين كانوا من بدء البيزنطينيين لحد 1500 عام، لحد ما اجى مارتن لوثر الذي اطلق عليه باعث الهوية اليهودية والقومية اليهودية. ما بين لوثر ومبادئ لوثر في اليهودية واحتلال القدس وفلسطين وإقامة الوطن القومي وتجهيزه نعم. وما بين ما جيء به اللي هو هرتزل 400 عام، مبادئ الصهيونية من عام 1520 من بظهور المذهب البروتستانتي الذي يشكل الآن مليار إنسان موجودين في كل أنحاء العالم، سواء في السياسة أو في المال أو في الاقتصاد أو في أي شيء، وجيء تم تشكيل الحركة الصهيونية اليهودية بعد 400 عام. مبادئ الحركة الصهيونية التي يمكن أن تقرأها في الكتاب هي المبادئ التي طالب فيها مارتن لوثر نعم. إذن اليهود الذين جاء بهم
انتبه، جيء بهم كأداة تنفيذ، جيء أداة تنفيذ لصراع إمبراطوري يقوم على العقيدة التوراتية التي استند إليها مارتن لوثر من سفر الرؤية ليوحنا اللاهوتي التي قال فيها أنها ستكون في نهاية الزمان. أرجوك أعطيني بس دقائق أقول لك، الرؤساء الأمريكيين التوراتيين، أمريكا، ترامب هو لم يأتي موقف الرئيس أبو مازن عندما قال لا، لم يقل لا لا بنيامين نتنياهو ولا لترامب، هو قال لمليار من أتباع المذهب البروتستانتي المؤمنين الذين يريدون هبوط السيد المسيح عليه السلام على هذه الأرض وأن يروا هم بدهم. هم عقدتهم بتقولهم أنا بدي أشوف المسيح، هو يقول لمليار لا، مش ل14 13 مليون هون ولا الولايات المتحدة الأمريكية، لا، هو يقول ل550 عام من العقل المشروع الصهيوني المنظم، 500 عام من التدبير واستخدام الأدوات، يقول لا. هذا طيب، أعطني دقيقة. جورج واشنطن الذي خلق الولايات المتحدة الأمريكية ماذا قال؟ قال كالتالي: أتمنى أن يظل الرب صانع المعجزات الذي خلص العبرانيين في الأزمنة القديمة من بغي مضطهديهم. وقال أيضا في عام 1777 في معارك الاستقلال للولايات المتحدة ماذا قال؟ قال: عليكم أن ترقوا إلى المستويات الرفيعة التي كانت لجيش بني إسرائيل العظيم في ظل رافعة راية يهوى طوال 40 سنة. هذا مين؟ جورج واشنطن اللي خلق أمريكا. آدمز ماذا قال؟ قال: إنني أأمل برغبة صادقة في أن يعود اليهود ثانية إلى أرض الميعاد فلسطين كأمة مستقلة. هذا مين؟ هذا ثاني رئيس للولايات المتحدة اللي هو عام اللي استلم بين 1797 إلى عام 1801، توماس جيفرسون. ماذا قال؟ قال أن اليهود يجب أن يعودوا لبناء الهيكل حتى يستطيع أن حتى ينزل المسيح ليحكم 1000 عام. جيمس ماديسون، جون كويني. طيب، مرورا بكل رؤساء، طيب بملخص صغير سريعا، نعم، كل الرؤساء الأمريكيين تم إجراء البحث التام على جميعهم كما تفضل الدكتور، 45 رئاسة للولايات المتحدة، 44 رئيس بيوريتاني يؤمن بإقامة الهيكل. الذي يريد هدم الهيكل هي المذهب البروتستانتي الذي تمثله بريطانيا وأمريكا، وأداة التنفيذ الإسرائيليين الذين دفعوهم إلى أرض فلسطين. تفضل. يعني أطروحة ب500 صفحة تستحق المزيد من الوقت، ولكن بصراحة أريد أن أقول شيء واحد وبسيط في نهاية هذه الحلقة. كيف يمكن لحضارة عمرها 7000 عام وأكثر أن تعجز عن مواجهة حضارة عمرها عقود من الزمن، إن كانت تسمى حضارة أصلا؟ يعني أولا أريد أن أقول شيئا أخي حسن، نحن لم نعجز. الشعب الفلسطيني لم يكن عاجزا في يوم من الأيام منذ السلالة الفرعونية الثانية. التاريخ الظالم الذي أرخ عن حضارة كنعان، تحدث عن حضارة الأشورية، وتحدث عن حضارة البابلية، وتحدث عن حضارة الأكادية، وتحدث عن حضارة المصريين، وتحدث عن أرجوك، وتحدث عن الغزوات والجيوش ولا إذا. طب هذه الجيوش والغزوات والعساكر كاينين يجوا على أرض كنعان وهي فارغة؟ عفوا، من الذي أنصف الحضارة الكنعانية؟ ما تم اكتشافه في هذه الحضارات، في هذه الحضارات الفلسطينيين الكنعانيين منذ مر عليهم ما يزيد عن 20 احتلال، الأكاديين والأشوريين والموسويين والبيزنطيين والرومانيين والفراعنة بسلالاتها المختلفة، وكل الاحتلالات هم ذهبوا ونحن بقينا إلى أن يرث الأرض وما عليها. وجملة أخيرة، هذه الأرض بوركت وقدست قبل الديانات وقبل الرسالات وقبل الأنبياء، لأن كل الذي ذكر في الآيات القرآنية
التي باركنا حولها، الأرض المقدسة. إذن هذه الأرض بوركت، والحمد لله مرة أخرى أن الله اصطفى شعبنا الفلسطيني 14 مليون كنعاني على سن ورمح، واقفين لكل الحضارات ولكل الغزوات، ورح نضل على هذه الأرض بإرادة الله عز وجل، لأنه اصطفانا لأن نكون سدنة الأرض المباركة والمقدسة قبل أن نكون سدنة للمقدس والمسجد الأقصى. أشكرك على هذه شكراً الوثيقة، شكرا جزيلا لكم، شكرا على هذه الاستضافة. دكتور جمال، أشكرك على هذه الوثيقة الوطنية بامتياز التي أصلت لهذا الحق الوطني الفلسطيني، هذه هذا هذا هذه الأطروحة جوهر المشروع الصهيوني اللي بتمنى كل إنسان يطلع عليه ويقرأ منه. وأيضا أطلب منك أن يكون هناك اختصارات، صفحات 500 صفحة كثير ربما أنه كل مواطن يطلع عليهن. هذا حق وطني فلسطيني يثبت هذه الأرض الكنعانية الفلسطينية. أشكرك دكتور جمال محمد جواريش الباحث في الشؤون الاستراتيجية وشؤون الحركة الصهيونية، مبارك لك هذا الإنجاز، مبارك لكل فلسطين. ونشكر أيضا ضيفنا الذي كان معنا من تونس دكتور إبراهيم الرفاعي، أستاذ علوم السياسية والقانون الدولي في جامعة تونس المنار، رئيس الاتحاد العام لحقوقي فلسطينيين فرع تونس. مشاهدينا الكرام، في ختام هذه الحلقة نشكركم جميعا على طيب المتابعة، نشكر الزميل يوسف عادي الذي كان معنا في الإخراج وأيضا طاقم العمل. لكم مني حسن أبو الرب التحية والتقدير، ودائما إلى اللقاء.